هذه سائلة تقول: كانت لي معلمة في المدرسة إلا أنها تغيرت ولم تبقى معلمتي، ولكنها ما زالت تدرس، تقول هل تجوز إعطاؤها الهدية؟ كيف؟ تقول حفظك الله: كان لي معلمة في المدرسة إلا أنها تغيرت ولم تبقى معلمتي ولا زالت في المدرسة تدرس، يقول هل يجوز إعطاؤها الهدية؟ ما دامت إنما لم تبقى مدرسة لك كيف تهدي لها وهي ما هي مدرسة لك؟ أيضا ما تعطى المدرسة هدية من الطالب أو من الطالبة، اعتبر هذا من الرشوة، لأن المدرس إذا أعطيته هدية يميل معك وربما يحيف معك في تصحيح الجواب ويزيدك درجات لا تستحقها، فالمدرس لا يهدى إليه ولا يجوز له أن يقبل الهدية من الطلاب. نعم.